بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون حار بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ودافي على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون لطيف على أغلب الأنحاء، كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، وده هيكون على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، واستقرار تام عمالين يعني بنعيشه بقالنا كذا يوم، يا رب يكمل معانا لحد العيد إن شاء الله. طمنينا عن حالة الطقس. هو طبعا اليوم بالفعل فيه استمرار للاستقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، وفي استمرار كمان لارتفاع قيم درجات الحرارة. احنا بنعيش منذ عدة أيام ارتفاع في قيم درجات الحرارة، درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 4 لـ5 درجات. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة متوقع أن هي تسجل 31 درجة مئوية، عشان كده هيكون في احساس بالطقس الحار فترة النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري، محافظات شمال وجنوب الصعيد وايضا جنوب سيناء. ده هيكون فترة النهار طقس دافي في السواحل الشمالية للبلاد اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، لكن فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس اكيد في انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده محسوس اكثر فترة الليل المتأخر اللي هي فترة الفجر وفترة الصباح الباكر، أجواء لطيفة بشكل كبير في معظم المحافظات، يمكن كمان بعض المدن الجديدة الأماكن المفتوحة ممكن تحس ببعض البرودة، خاصة كمان إن اليوم متوقع إن يكون في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 35 كيلومتر على الساعة في مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض المناطق من شمال الصعيد. نشاط الرياح ده هنحس بيه أكثر بعد فترة الظهيرة مع دخولنا فترة المساء وساعات الليل، هيلطف الاجواء بشكل كبير ويساعد ان احنا نحس بانخفاض. طب الرياح دي مثيره للرمال والاتربه؟ لا الحمد لله غير محمله باي اتربه ورمال مثاره. كمان اليوم كان في شبوره مائيه كثيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه فتره الصباح الباكر، والطرق دي المؤديه منه الى خاصه محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه، مدن القناه، واثرت بشكل كبير على الرؤيه الافقيه. ساعد كثير الشبوره المائيه تختفي تماما، الرؤيه الافقيه هتتحسن على اغلب الطرق. متوقع من بكره السبت ان شاء الله تبدا قيم درجات الحراره تنخفض، هيبدا في انخفاضات تدريجيه في قيم درجات الحراره عشان نحس اكثر بالانخفاضات مع يوم الاحد والاثنين، لانه متوقع تاثرنا به منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، فهتبدا الاجواء تعود ثاني للاجواء الربيعيه المعتدله فتره النهار، درجات الحرارة تعود للمعدلات. احنا متوقع مع فترة العيد ان شاء الله ان العظمى على القاهرة الكبرى تكون 25 درجة مئوية، فبالتالي اجواءها تكون معتدلة ولطيفة فترة النهار مع انخفاض قيم درجات الحرارة. متوقع الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هيكون كمان في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية، البرودة تاني هتعود خلال فترات الليل، يعني احنا فترة الليل هنرجع تاني نحس بالاجواء المائلة للبرودة في معظم المحافظات، وعودة طبعا لفرص سقوط الأمطار. عشان كده احنا بنقول مهم جدا في الفترة دي عدم تغيير نوعية الملابس للملابس الصيفية، نبتدي الملابس الخريفية أو الملابس الشتوية خاصة في فترات الليل، ونتابع النشرات الجوية بسرعة. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 31 والصغرى 18، العاصمة الإدارية 32-18، كمان اسكندرية 22-15، العلمين 23-15، مطروح 22-14، ودمياط 25-16، بورسعيد 25-14، الإسماعيلية 31-14. نروح للسويس، العظمى فيها 30 والصغرى 15، العريش 26-13، كاترين 25-9، وطابة 31-20، حلايب 29-21، وشلاتين 30-22، شرم الشيخ 36-25، الغردقة 34-23. الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 17، بني سويف 34-18، والوادي الجديد 36-18، أسيوط 36-18، سوهاج 35-20، وقنا 36-20، الأقصر 37-21، وأخيرا أسوان العظمى فيها 36 والصغرى 22. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وعلى طول هنروح لمحمد وجمانة نكمل معاهم فقرتنا. أيوة بشكرك، شكرا جزيلا.